إذن عودة للهمل الظاهر أسفل الشاشة، تم إطلاق نار على شرطي داخل مطعم بحي الزيادية بقسنطينة، مطلقوا النار حسب آخر المعلومات التي بحوزتنا، لذا بالفرار صوب حي الأمير عبد القادر، ومصالح الأمن تطارد مطلق النار وعمليات بحث وتفتيش واسعة في المنطقة. لتفاصيل أوفى معنا عبر الهاتف مراسلنا من قسنطينة عبد الجليل الحنديس، مرحبا. مساء الخير زميلي. طيب، هل فيه معلومات جديدة؟ نعلم في مثل هذه الأوقات يعني تكون المعلومات شحيحة، لكن هل فيه معلومات جديدة حول هذا الخبر؟ نعم زميلي ناصر، المعلومات الأولية هي كما تعلمون تقول بلي أن هناك شرطي تم إطلاق نار عليه خلال المطعم في وسط مطعم في حي الزيادية، مع العلم أن مدينة قسنطينة تشهد استنفار أمني منذ عدة أيام، وإذا كانت معلومات جديدة سنوافيكم بها في وقتها إن شاء الله. طيب طيب عبد الجليل حنديس، حسب المعلومات المتوفرة لدينا أن الذي أطلق النار لدى بالفرار إلى حي الأمير عبد القادر المعروف بالفبور هناك بقسنطينة. نعم، حي الفبور هو يبعد بضع مترات فقط عن حي الزيادية، وهو حي معروف منذ القديم، حي الفبور، حي الأمير عبد القادر. طيب إذا كانت هناك معلومات أو معلومات جديدة حول القضية سنواتكم بها في وقتها إن شاء الله. شكرا لك عبد الجليل الحنديس، كنت معنا من قسنطينة. شكرا 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 على هذه المداخلة.